سلام للجميع. هلق سؤال من جديد. طبعا أنا بالنسبة لي رح أعتبره هذا بث مباشر لأني وكأني مباشر معكم. السبب التسجيل، أولا في عفوية، نفس عفوية المباشر تماما وكأنكم موجودين، أما منشان وضوح الصورة أكثر وما يكون في انقطاع. السؤال عن العوالم الموازي، مثلا أنا عمري 40 سنة وأعزب، هل توجد احتمالية لنسخة مني إن يكون متزوج وعندي أولاد مثلا أعمارهم 20 سنة؟ مين بيجاوبك على السؤال؟ بالنسبة للموضوع الفيزيائي للعوالم الموازي وقطة شرودنجر اللي وضعت بقفص وغاز السيانيد وصندوق مربوطة بقاذف إلكتروني معين بحيث بتوقيت محدد مثلا بعد نص ساعة ساعة راح يطلق غاز السيانيد بالجو بدها تموت الهرة، لا عين المراقب اللي بده يفتح الصندوق بعد ساعة أكيد راح يقول إنه ميتي. ليش؟ لأنه في انطلاق لهالغاز هاي. بس عمليا هاي تجربة الشق المضاعف، هاي بالفيزياء اللي أنا بحكي شق مضاعف اللي هني خطين قاذف إلكتروني أو فوتونات ضوئية على الجدار، إذا من راقب عين المراقب بتشكل خطين على الجدار، لكن ما في مراقب بتشكل مجموعة خطوط لأن بيسلك السلوك الموجي الفوتون أو الإلكترون. نفس الشيء القطة الآن، إذا نحن بدنا نراقب في إذا مدفع إلكتروني معين أو تيار رح يخلي بعد ساعة غاز السيانيد يصير موجود بالصندوق، بالتالي القطة رح تموت بعد ساعة. هاي المراقب بيفتح الصندوق بيلاقي قطة ميتة. إذا ما بدنا نراقب لأن هون الإلكترون سلك سلوك جسيم بمجرد أنه عم نراقب. إذا ما بدنا نراقب صار عندنا احتمالات كثيرة. إذا ما بدنا نراقب معناها الإلكترون رح يسلك سلوك آخر تماماً. ليش؟ لأنه هو عنده ذكاء اللاوعي. بتعرفوا أنه اللاوعي نحن بيحرك كثير عمليات حيوية بالجسم، مثلاً بالخلايا آلاف العمليات الحيوية بالثاني بالدقيقة. شوف الحركة الآن، إذا بدي أعمل حركة أي حركة قدي في دقة وانسجام لللاوعي أنه يقدر يحقق الحركة، وأيضاً الطعام الشراب النمو الرؤية. هاي التحليلات بدها عقل واعي، يعني عقل كبير كثير كثير كثير، فبالتالي احتمالات كثيرة. فالآن الاحتمالات أنه من راقب الإلكترون وسلوك الهرة، عدم المراقبة معناها رح تكون الهرة ميتي وحي بنفس الوقت. ميتي وحي بنفس الوقت معناها هي بعوالم متعددة موازي. نحن اللاوعي اللي إلنا بحتم وجود شخصيات كثيرة إلنا مش واعيين لها. نحن أصلاً لما نسمو بالوعي ليصير عنا ملكة العقل الشامل أو العقل الكلي، كل الناس كل الخلق بيمثلونا، نحن وياهم واحد. هي اسمه وعي روحي، تجربة روحية، هي أحدية مع الجميع، رائعة الجمال. هي بالفيزياء مثبتة لعلماء فيزياء جون هيجلين وكثار من العلماء بجامعة مانيش مهيش يوغي، اكتشفوا اكتشافات مذهلة بتجارب الحق للموحد مثلا. المهم بالنسبة لهذا السؤال، إن احتمال طبعا تكون موجود، بس شو بينفعك انت مش واعي لهالشي؟ طيب لما بتوعى، انت اصلا لما بتوعى كل الناس بيعبروا عنك وكأنك انت مش بحاجة لشي لانه الكل عم يمثلك نظرة روحية حقيقية وحلوة، نظرة تسمو. تلاحظ انه الاب احيانا بينبسط للابن لما بيزوجه، لما بيفرح لفرحه وهكذا، بيحسه امتداد له بغض النظر عن ابناء اليوم عاقين بنسبة كبيرة بسبب برمجيات كثير. المهم انه هذا الاب عم يعتبر الابن امتداد له وكأنه هو نفسه، وهي رابطة ضحلة دموية عاطفية. فكيف إذا صارت رابطة شاملة؟ هون كانت أهمية الترقي الروحي للوصول لهي المرحلة.
من اللاوعي اللي فينا. يصير اللاوعي وعي، هي اسمها الجنة العرفانية. الآن بالنسبة لهذه التجربة، قلت أني ما بدي أبحث ولا أجي أعمل تقاطعات حتى بالفيزياء. يمكن في فيديوز حكيت شوي، الحكي خليه عفوي أحسن، بس بدي أروي لكم قصة على هذا الموضوع. قصة ممكن بتجيب الفكرة اللي أنت عم تطلبها بالذات. كان عندي محاضرة مرة بدمشق، محاضرة أستاذ كبير معالج الإشفائي بالطاقة الأول بالعالم، ما بعرف كأنه حد بيعرفه، اللي بيعرفه يسلم لي عليه وخليه يتواصل معي، لأنه ما عاد صار في تواصل لأسباب قدرية من تقاطعات سلبية اخترقت هاي العلاقة. هاي الإشفائي الأول بالعالم اسمه عبدالله تشلبي. عبدالله تشلبي عم يحكي لنا، نحن كنا مجموعة بعد المحاضرة، كان هو عنده أيضا حفل توقيع كتاب، مجموعة من 10 أشخاص، عم يحكي عن تجربته لما كان ضابط بالجيش العراقي الحرب العراقية الإيرانية. صار في جرحى كثير، شهداء كثير، نحن نعتبر كل الناس اللي بيقاتلوا بغض النظر عن واحد مع إيران واحد مع العراق، بالنظرة الشاملة لكل شهداء للحق، كل إنسان على نيته، مش لأنه مثلا هذول العرب وهذوك الفرس نحن نجي نعمل تقييماتنا، أيضا لازم نحن نسمو أكثر من هيك. ناس إلها نيتها. هذا الإنسان أصيب مع تراكم الجثث، هو مغمى عليه، أعتقد أنه ميت. يمكن بفيق بعد يومين أو 3 أيام، بتذكر 3 أيام، بيلاقي حاله ضمن هالجثث بحفرة. ب3 أيام عم بيخبرنا وين كان وشو صار معه. ب3 أيام ذكر سلسلة حياة كاملة، كان طفل ودخل المدرسة وتربى وكبر وتخرج من الجامعة، تزوج وجاب أولاد ورجع مات ب3 أيام. بيذكر بالضبط تفاصيل كاملة وجاب أولاد. طيب في واحد بيقول لا، ممكن عم يتذكر حياة سابقة، أو مش موضوع حياة سابقة، كل شيء احتمال. القرآن الكريم ذكر في يوم كان مقداره 50,000 سنة، إنك تراه بعيدا ونراه قريبا. هي من ضمن العوالم الموازية، موضوع الزمن بيعمل خدعة كبيرة كثير علينا، بيوهم علينا. ففي عوالم بطيئة هو وكأنه داخل بعالم بطيء الزمن. اليوم عنا بيمضى 50,000 سنة، فالآن هو مش بطيء جدا جدا، لأنه في 7 مستويات بالنسبة للأراضين، للعوالم بطيئة الزمن نسميه العوالم السلبية جهنم. هو داخل بعالم جهنم لأنه بطيء الزمن. هذا العالم الجهنم يعني سلبي. اليوم إذا حسبناها 17-18 سنة على مبدأ سرعة الضوء وتجربة آلة الزمن لأينشتاين، هي قضى عمر 60-70 سنة، وفعلا محق بنظرته ضمن أبحاث كثيرة. فلا نستصعب الأمر، هذا الشيء وارد، لم فكروا خيال أنه عم يتخيلوا كذا، لا، لأنه الآن هو ممكن ما أثبت بالواقع. أما في عندي أشخاص إذا بدكم بلتقي لكم معهم بالإثباتات الواقعية الفيزيائية بالواقع، كيف بيكتشف مثلا حياة ماضي وهكذا، هي بيسموها تقمص، بعض بيسموها تناسخ، هي مش تناسخ. ما بدي يكون لعقيدة تعتقده، بس هي الظاهرة موجودة، مش إنه يعني اللي بيعتقدها صار بالمذهب الفلاني واللي ما بيعتقدها كفر وصار نحن ببعيدا عن كل هالقضايا، هي قضايا فيزيائية، دوما يبقى العلم لله كيف بتصير. أما الآن الفيزياء الكوانتية على وشك إنها تكتشف كثير أشياء، وهي من ضمن العوالم الموازية. أتوقع إذا بتفكر بهذا الموضوع راح تلاحظ في تطابق. سلام.